الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. اللهم توفنا مسلمين لا مبدلين ولا مغيرين ولا مفاتنين ولا مفتونين. وصلى الله وسلم وكرم ومجد وعظم على خير الخلق سيدنا محمد. نفتح العطايا ونور الإجابة بسر عزك القديم صلاة وسلاما. صلوا عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تضاعف سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عباد الله، فكروا، إن الدنيا دار لمن لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، هو دار الفناء. وقال الشاعر: وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها تهول وتذهب، وجميع ما حصلته أو وجميع ما جمعته وحصلته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. يا عبد الله، إذا رأيت سيارة عريس مرت في الشارع أو أمام بابك فقل: اللهم بارك لهما واجمع بينهما بخير، أو جمع الله شملهما وأطاب نسلهما وبارك لكل واحد منهما على صاحبه نسلا ووفقهما بخير. هذا دعاء عن ظهر الغيب أو بظهر الغيب. إذا رأيت امرأة حامل وابتسم وقل: اللهم ارزق ذرية طيبة صالحة. يا عبد الله، إذا رجعت إلى بيتك ووجدت أمك أو زوجتك أو أختك قد أعد لك طعام، ابتسم وقل: أسأل
اسأل الله أن لا يحرمني منك، وأدعو الله لها وكل المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى لك معروفا فكافئوه، فإن لم تستطع فادعو له، أي فادعو الله له. وإذا رأيت بجنازة ادعو لصاحبها بالمغفرة والرحمة، وقل اللهم اغفر له وارحمه إذا عرفت أنها امرأة، وقل اللهم اغفر لها وارحمها. يا عبد الله، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: صاحب الوعد الصادق الأمين. وقال: دعوت المرأة المسلم لأخيه عن ظهر الغيب أو بظهر الغيب المستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك به، ولك بمثل أو ولك مثل ذلك. صدق رسول الله. يا عبد الله، لا تعلم ما لا تفعل دعوة بصاحبها، ويمكن أن ترد عنك مصيبة، ويمكن أن تحل لك كربة أو أزمة، ويمكن أن تكون سببا في شفائك أو شفاء مرض لك. ادعوا الله ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. قال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي الجليل: إن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء. الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح في الدعاء. ادعوا الله ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهل من القول بالغدو والاصال. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: يا رسول الله، واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشهدون. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد صاحب الشفاعة العظمى، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير، وعن سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عباد الله، أذكركم فيما بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب أو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهما. أبا بكر وعلي واقفان على باب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يقول: تقدم يا علي. فيقول علي: وكيف يتقدم عليك يا صديق؟ يا من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر. فيقول له أبو بكر: وكيف يتقدم عليك يا علي؟ يا من قال فيك الحبيب محمد صلى الله
وسلم زوجت خير النساء لخير الرجال، زوجت فاطمة لعلي. فقال علي: وكيف يتقدم عليك يا أبا بكر يا من قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وضع إيمان الأمة في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو بكر: وكيف يتقدم عليك يا علي وقد قال فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق: إن الله يوم القيامة يقول لي: يا محمد، لقد جعلت إبراهيم لك خير والد، وجعلت لك عليا خير أخ وصديق. فقال علي: وكيف يتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فقال أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك الحبيب عليه الصلاة والسلام: يأتي علي يوم القيامة راكبا نجيبة من نجائب الجنة ومعه فاطمة وأولادهما، يعني سيدنا حسن وسيدنا حسين، فيشير الناس إلى علي ويقول: أي نبي هذا؟ ويقال: ليس بنبي، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك وفي نبينا ربنا سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عباد الله، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي صدق به هو أنت يا أبا بكر. فقال أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري بمعنى يبيع نفسه فداء لله. وبينما هما يتجادلان أطراف الحديث إذ هبط الأمير جبريل على الأمير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: قم الآن، قم الآن، فإن أبا بكر وعليا واقفان ببابك، وإن ملائكة السماء جميعا تشهد هذا الموقف. فقام لهما الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال لهما: لو أن الأشجار صارت أقداما، والبحار صارت مدادا، والأرض صارت صحائف، ما استطاعت الكتب أن تكتب أجركما عند الله. وإذا بأبي بكر عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلي عن جهة أخرى عن يمينه من جهة أخرى، ودخل بهما النبي بيته وقال لهما: هكذا نبعث وهكذا ندخل الجنة بإذن الله إن شاء الله. اللهم يا رب، ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يا رب، إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الوالدين ورضا الأشياخ. اللهم يا رب، إنا نحب فيما تحب وترضى. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم
فلا يستطيعون المضي ولا المشيء إلينا. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكم الله وهو السميع العليم. ستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الخالق الأكبر، وهو حرص مانع مما أخاف وأحضر. لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق، يلجمه بلجام قدرته، أحمى حميثا وأقمى طنثا، وكان الله قويا عزيزا. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظاهرنا نشرب. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بواطننا نشرب. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله تدور في سورة كما دار السور بمدينة رسول. سبحان من أنت وكل متمادن بقدرته، سبحان من نفذ في كل شيء حكمه، سبحان الله العظيم بحمده على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومياد كلماته وآياته. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.